من تحت رجل صالح وراحت هناك عند سانت ماريا، يديها لك ريكستاين الجول، وريكستاين يديها بايده. لا سلام، الناس دي عماله تنقل وعماله توزع، ودلسول خدها بعد ثلاث نقلات وانتخاذه، وانتخاذه داخل وبيجري عليه بدوي، بدوي جاي يرجعها وياخد الارض ومحطها جوه الجول، تحس الخزي ويحطها كناريو جوه الجول، والجول الاول، والجول الاول لريال مدريد بعد 13 دقيقة. فات من الزمن 34 دقيقة والنتيجة في صالح ريال مدريد 1 والزمالك 0، واللي جاب الجول بوشكاش بعد 13 دقيقة. اتخاذ اداها له وجت في الجول ورجعت له واشترك معاه كناريو وحطها بوشكاش. رفعت جميلة على يمينه ترجع له تاني، وبالشمال يلا يا صالح، يلا يا صالح في الخشبة، حط يا سلام يا سلام يا سلام. الجول المنتظر، الجول، الجول يا ولاد، انتوا بتكتبوا تاريخ كرة القدم في العالم. صالح سليم مشي ماشية في غاية العظم، وشاط شوطة في غاية العظم جت في الخشبة ورجعت. علي محسن يحط الكرة في الجول زي ما شفته، قنبلة، والزمالك بيلعب وداخل كله بعد 35 دقيقة، والملعب كله بيرقص ويهيص، والنتيجة 1-1. يا سلام يا سلام، يلا يا ولاد طالعين، ادي انت شايف، والزحمه عند خط باكاتهم، وتاني واقف الارض، يلا عفت عفت يصدها ويجري وراها، لا لا تطلع بره. طب والحيطه معموله ودخل دي ستيفانو وصدت في الحيطه ورجع التاني، وعفت اللي رجع لورا هو اللي خدها، هو اللي خدها وماشي بيها وماشي وماشي، وفضل برضه مستني، اتاخدت منه، اتاخدت وطالع من وسط التين، ادي انت شايف باتشين وتتنقل ودي بيحطها لستيفانو خدها، ياي 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 يا سلام، هاتلك جول، مش عارفين يحشوه، جه في ألدو ورجع تاني في دي ستيفانو، خبط هو اللي خبط فيه ورجعت داخله الجول، وألدو بره والباك بيجري عشان يخش. الجول مش ملعوب فيهم، الصد فيهم، فمؤكد اقول انه الصد فيهم، لان انتوا شايفينه زي ما احنا شايفينه، والناس لذلك ساكته، واحنا عارفين انهم الناس هنا سبور وبيسقفوا لكل جول يجي كويس. كناريو، كناريو داخل وبيحل عليه احمد مصطفى، طلع من احمد مصطفى، لكن احمد مصطفى اضطر يمسكه بايده، فاول، مسكه بايده، احنا عارفين المسك، فاول، والفاول الثالث، وهتوصل على دماغ طارق، لعبها طارق وترجع تاني ويطلعها رافض بدماغه وتوصل لباتشين، باتشين حطها لبوشكاش، ديلسول، دي ستيفانو، بوشكاش تاني ويحطها، جول من تخاده، الجول الثالث لريال مدريد، وملعوبه جامد وحلوه وجامده بعد اربع نقلات بين بوشكاش ودي ستيفانو وديلسول وتخاده اللي حطها جامده جدا في سقف الجول، وبقت ريال مدريد 3 والزمالك 1، وباقي نصف ساعه، 3-1. جولين جم في ربع ساعة من الشوط الثاني، بعد ما كانوا 1-1 وكل الناس كانت يعني أملها كبير قوي. معلش كرة، احنا عارفين انهم بيلعبوا ضد تيم كبير قوي واحسن تيم في العالم، وعاوزينهم يفضلوا يلعبوا، جولين دول ما يأثرش عليهم عشان نطلع مباراة كويسة، واللي خلاهم جابوا جول، وعلي محسن راح جول منه من 4 دقايق يوصلوا برضه. بنالتي لنادي الزمالك، ادي انت شايف، فاول، اداها كورنر بيحتجوا عليها، متاسف، كورنر، شاطت حلوه وتوصل لحد علي وتفوت من دماغه وتطلعها الباك،
كل الملعب افتكر لما الريفري جاي يجري ويشاور على حتة اللي طلعت منها كورة، كل الناس افتكرت بلنتي واحنا هنا من ضمنهم. لكن قبل ما وصل هناك قال الحتة الكورة دي طلعت بره، لان ما كانش في حاجة تدعو لبلنتي ابدا. شوطة جامدة دخلت بالتحديد، دخلت بالتحديد ألدو. يا سلام يا ألدو، مالكش حاجة في الجول ده، مالكش حاجة في الجول ده ابدا، تحديده على طول. 4-1. احنا عارفين نتيجة السنة اللي فاتت كانت 4-1، فلغاية دلوقتي النتيجة 4-1. هناك تاني ناحية اليمين عند تيخادة ويخطفها دفنس الزمالك، ونقلتين بين عفت وطارق سليم، توصل تاني لقدام طويلة قوي ما يلحقوهاش. تاني هم هاجمين وصغيرة ناحية اليمين وبكعبه حلوة تخاذة، وتخاذة نقلها في الوسط وترجع لستيفانو يحطها جوه الجول الخامس، يحطها جوه الجول وهو واقف، فاتت من الوسط ودي أخطر حتة وكانت فاضية. الديفنس فوت دي من الوسط، غلطة من الوسط طبعا، لأن لما جت لستيفانو ما كانش حد ماسكه بتاتا زي ما أنت شفت، وحطها في ألدو. دي ما يقدرش يعمل لها حاجة أبدا، لأن لما يلاقي ستيفانو على بعد 10 ياردة منه بيحطها له في الزاوية اليمين. وبقت النتيجة في صالح ريال مدريد 5 والزمالك 1. سهل باقي على انتهاء المباراة ربع ساعة. كاسادو نقلة صغيرة حلوة فيليكس، فيليكس بيلعب متطوح لبره وادى تخاده جوه، ودخل بوشكاش مستعجل وخدها وادى تاني وخدها منه وهيدي دي ستيفن ومؤكد دي ستيفن هو الجول، بدل ما يشوط في الجول ده. يا سلام الجول السادس، الجول السادس. دي ستيفن كان يقدر يجيب جول 100%، كان يقدر يجيب جول 100%، ما جابش الجول واداها على يمينه لفيليكس اللي لسه نازل. يا سلام يا سلام. ارجو ما في، ما اقولش هدوا اللعبه، اقول بس بينقلوا اوام شويه لبعضيهم، اظبطوا بيلاقوا بعض. ودي ستيفانو اللي كان هنا يتنقل، شوف راح فين بقى ناحيه اليمين، ويديها طويله هناك عند بوشكاش في الوينج الشمال، شايف نمرة 10 ده بوشكاش والدو بيحطها ايه؟ نزل ياردو ما جاتش تيجي لدي ستيفانو تاني، دي ستيفانو جول 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 دي ستيفانو يلعبها الترو وتتلعب الدو ما يقدرش يعمل فيها حاجة أبدا، تتصد فيه. وأقول لك جول مؤكد ليه؟ لأنها رايحة لبوشكش وألدو في الأرض، وبوشكش بيحطها بسن الجزمة للجول السابع، السابع لريال مدريد 7-1، وباقي لسه 8 دقايق.